وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الإنسان الذي يريد السفر هذا لابد أن يتزود، يعني يأخذ الزاد. الزاد يعني شنو؟ يعني دابة سيارة. مثلا إنسان يمشي بلا سيارة يصير طبيعي برجلي، لكن من على مكة إذا أردت أن تسير بالسيارة يوم إذا برجلك في 3 أشهر صعوبة. زين، ملابس للشيريات عالي تروح؟ لا. فلوس للشيريات، جوازك للشيريات، كل هذه تسمى بالزاد. لماذا يسمى بالزاد؟ لأنه زائد على الإنسان، يعني أنت جسمك الزائد عليك كل الأمور. وتزودوا، نحن الذي نريد أن نذهب إلى الآخرة نحتاج إلى الزاد. زاد الآخرة شنو؟ العلم، الفضيلة، التقوى، العمل الصالح، الصلاة، الصوم، الإنفاق، الخير، صلة الرحم، بر الوالدين، الإحسان إلى الأهل، تربية الأولاد، هداية الناس، أمر بالمعروف، نهي عن منكر، قضاء حوائج الناس. إذن كلها وكلها شنو؟ الزاد. وتزودوا، يعني خذوا الزاد. بعدين الله يقول خذوا الزاد، يعني مو فلوس في طريق حاجة في طريق كربلاء ولندن، مو ملابس، مو أكل، مو سيارة، لأن هذه كلها لشأن الدنيا. فإن خير الزاد التقوى. إيش كبر خفت من الله؟ وإيش كبر عملت لأجله؟ هذا زاد. تقوى أمام فريق وبعد ذلك حسن. إن تزودت فأنت في نعمة، وإن لم تتزود عاري ذهبت من هنا في الصحراء افترستك الحيوانات، بلا ملابس احرقتك الشمس، بلا اكل بقيت جارعا حتى مت. بلا زاد شنو؟ هنا هنا بلا زاد هالشكل. انتوا كلكم شباب، وذات يوم تصيرون شياب، فكروا هالقصه تنسوها القصة لنا نقولها. القصة هذا وما هي القصة؟ كل شيء مو مربوط بنفسه هاي عارية. عندك 100 مليون فلوس عارية مو لك أبدا. عندك الزوجة مو لك عارية، لما زوجتك تيجي وتدخلك القبر. عندك أولاد عارية، أولاد شيء سوداء في كربلاء إذا يموت إنسان يهدو إلى قبره، في الكويت إذا يموت إنسان يموت إنسان يهدو إلى عين. ألا صلي دقاق مختص الله أكبر دقاق بإثنه فرد حمال يطوى وفرد واحد صديق هذا يهدو لن يجب حدثنا في أمان الله. عندك الجاه ومنصب، هل يبقى المنصب لك؟ أبدا. إلى بارخ أمير البلاد المعظم صباح، صح ولا لا؟ أوكي، أمير البلاد المعظم جابر، ناس البطل، المال، المنصب، الفلوس، القوة، لك شنو دكتور، دكتور العين دكتور، إلى قبل، خلاص. وعلى هذا المعدل لك مهندس، العين مهندس. بعد اللي ما كان عندي هندسة وبنايات وعمارات
يعني ما هم يروح على كل الأخبار أو الأمور أو الصباح يشوف المرضى خلاص كل شيء لديك هذا مال الدنيا كل ما في نفسك إلى نفسك عندك علم هذا لا عندك فضيلة هذا لا عندك الخوف من الله هذا لا عندك صلاة الليل هذا لا لما رضى نفسك عندك صدق أمانة وفاء حياء غيرة مروءة وجودة شهامة انفاق في سبيل الله بناء مسجد بناء حسينية قراءة تفسير قرآن قراءة قرآن دعاء تبني نفسك الملك كان هذا الملك كان كافرا فالوزير كان عدا هنا الوزير مؤمن الوزير ينتهز الفرصة حتى يتكلم مع الملك لعل الله يهديه إلى الإيمان وعلينا أيضا هذا الشيء أيضا إحنا لازم دائما ننتهز الفرصة إلى واحد منحرف في فرصة تجيب للطريق حاولوا يا أولي 50 سنة لعله بعد 50 سنة يأتي للطريق من غير ما يأتي للطريق يقول خمار خلكم خمار لعله بعد 20 سنة أثبت عنه لعله بعد 30 سنة أثرت عليه لعله بعد 10 سنوات أثرت عليه إنسان دائما لازم يكون ذكي لازم دائما يحاول الناس المنحرفين يجيبهم للطريق مهما طال الزمن ما طول الزمن دليل إذا كان الإنسان يخلق قراية في بيته وهي في بيته يجمع الشباب جماعة شياب كبار صغار يتكلم وياهم خطاب واعر إرشاد هذا أحسن طريق إلا هذا ما عنده قوة ما عنده قدرة ما عنده مالية يصنع هذا الصنيع ينتهز الفرص أنت في الجامعة أنت في السوق أنت في المدرسة في أي مكان اللي يكون فكر في هداية الناس الأصغر منك والأكبر منك والأوسط ماكو فرق هذا الملك كافر عنده وزير مؤمن هذا الوزير على طول الخط ينتهز الفرصة حتى لعله تأتي أيام ويأتي وقت يتمكن فيها من هداية الملك فاليوم هو كان مهيئ على الوزير فكر منا علينا ما حتى هذا التفكير على الموضوع فرد يوم هيئ فرد واحد على أنه إذا دخل الحمام الملك ووزيره إذا دخل الحمام يأتي إنسان ويقول ذلك الإنسان للملك أن الأعداء هاجموا حدودنا يعني بلاد المجاورة هاجمت بلادنا دخل الحمام هو الملك والحمام ما في أحد أنت تبيع هذا الملك أو الأمير اللي يدخل الحمام كل أحد يخدم بالحمام خوفا على الملك كل أحد لابس وزرين دخل الحمام فإذا يشوفون فرد واحد يركض من حاشية الملك ويأتي إلى الحمام ها خير كانت الحقيقة لا نتحد من حدودنا إحدى الحدود مهاجمين داخلين في حدودنا 70 كيلومتر مثلا هو يضطرب الملك واقعا يضطرب طبيعي وصل داشين في الحدود اللي يتقدموا الوزير توجه له قال له ماذا عندنا في مقابلة هؤلاء الأعداء قال عندي عرف طائرة عندي فرد 700 دبابة عندي فرد 250,000 جيش عندي فرد 1,000,000,000 بنك مثلا رصيد فلوس عندنا عندي وزارة حربية قوية قال زين هذني وياك او خارج عنا قال نقول انت بيها خارج وياك حمامك ولا وزرك قال لكن انا الوزير قال لي لكن انا حافظ القران هذا وياي حافظ الادعيه هذا وياي اصلي هذا وياي ادي امانه هذا وياي ادي شهامه هذا وياي اذا وياي اما انت كل شيء وياك كل شيء بره
والفرق بيني وبينك أننا إذا متنا ووضعنا في القبر أنت كل أتي هزك تبقى خارج نطاقك وحدودك، وأنا كل أجهزتي تكون معي. تنبه الملك من هذا الشيء وآمن بالنتيجة في قصة طويلة ما علينا بالقصة. الشيء اللي الإنسان يبقى معه هي التقوى. الشاعر يقول في الشاعر الجميل في شعر جميل الله يقول: أرني معي أينما قد كنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي. عند الإنسان في أين؟ الطبيب علمه في أين؟ في صدره. المهندس علمه في أين؟ في صدره. أرني معي أينما قد كنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. التقوى هذا معناه كل عمل عملته لنفسك هذا شو بقول معه، وإلا كل مال كل قوة جسمك كل شيء. ومحمد علي كلار قبل أن يفوزوا عليه انفوزوا على محمد علي كلار، يقول اسمع كسر محمد علي كلار. محمد علي كلار قبل أن يفوزوا عليه إلى شو هذا خل عشر كلام واقل ميشا في إيران. فالوقت الإنجليزيين دخلوا إيران، واحد من الشيوخ الجبال هذا الشيخ كان كل قوي وحاربهم طريق محاربة قارصة، وقتل منهم مقتل عظيمة من الإنجليزيين. بعدين القاء القبر عليه، تمكن من القاء القبر عليه. القائد الإنجليزي كان أحلي كل شيء من سوره هذا، بس نفرك خشمة حتى لو قال غرور يطلع من دماغك. نحن كلنا غرورين، مو بس هذا، نحن غرورين، كل عاصي لله مغرور، كل عاصي لله مغرور. هذا لا تسمحك خشمة شوية. أمر أن يجعل في قفص ولا يطعم ولا يشرب. جعلوا في قفص الناس تفرجون عليه ليتأكدوا ليتوا مال. ثلاث أيام بقوا هكذا بعد ثلاث أيام جابوا القفص. كان شافوا يرتجي هذا الرجل القوي الجسر الكذا يرتجي الجسم. من الجوع، لأن الجسم مهما كان قوي أربعة أيام بتاكل شيء. انت ما تبيحكي اصلا، انت ما تبيحكي اربع ايام تشرب ماء اينك تعال تشوف اصلا، هذا العالم اللي تشوف تعال تشوف ابدا. اذا الانسان في المده ما شرب ماء اينك تشوف شو طبيعي. فالجسم القوي ابدك فلوسه هواي. فالواحد كان ما اللي عجبك محمود الكره ومي الكره وسيد الكره ومي الكره، فلس كانت حجي رشتي كان في كربلاء اربعه عبد الحسين السراف الله يرحمه. هذا الرجل هو قال لي هذا كلش كلش كبير كان، هذا هو قال لي قال هالسماء اللي تشوفها أنا كل مكان تحته رايح. وهذا كان من أكبر تجار روسيا ورسول العاص، لكن يسكن روسيا، كان من أكبر التجار في روسيا. الحكومة اللي تبدلت في روسيا من الحكومة القيصرية إلى الحكومة الشيوعية البلشفيكية، الحكومة الموجودة الآن في أكتوبر، من جملة أعمال اللي صنعت الحكومة البلشفيكية أنه كل فلوس ما الحكومة القيصرية ألغاها مرة إلغاء. فلوسهم كان مناط، هذه الفلوس سمى مناط، لعله في بعض المتاحف الآن صورته موجودة. وأنا أظن شفت في مصحف الكويت، أظن ما أدري في الكويت شفت أو غير مكان فلوس كبار كان كلش أكثر من عشر دنانير الكويتي مرتين تقريبا ثلاث مرات وسمى مناط. هذا كان مليار مناطق ما قدر نص مليارها. طيب رجل من أكبر الأثرياء، وإذا طلب بيان لوزير المالية أن المناط القيصري سقط، شنو صار هذا؟ تحت الصفر خلاص، في بيان انتهى كل شيء.
بعدين جاء الإيران وبعدين جاء العراق. أنا شفت في كرب الله أقول فنسان عادي عادي عادي، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا الملياردر سقط إلى تحت الصفر، كل فلوسه لا يصلح إلا يوديه هما بالبحر يذبوه أو يحطوه في المحرقة أو الجحر يلعبون به كصورة جميلة عن الفلوس لا أكثر ولا أقل. الشاهد على أنه هذول أشياء كلها عارية، خدمت الناس فبالباء، قريت حرارة الناس فبالباء، خدمت الناس فبالباء. إذا استخدم الناس أيضا لله حرام، إذا خدمت الناس لطمع لمال لجاه لدنيا بس فلس. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا هو الشيء اللي وياه يقولون بهلول، بهلول الذي كان عاقلا من العقلاء. هذا بهلول في الحقيقة لو رجل إنسان لازم يعتبر به، هذا من العلماء، لكن شاف على أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على أن يتجنن حتى يتحصن بجنونه، حتى يتحصن بجنونه. هي الناس يقولون هذا مجنون يتركوا فجأنا ويعمل وينهر، وبالفعل كان يعمل وينهى الملوك والرؤساء والأمراء والشخصيات، يقول هذا مجنون ما عليه. شوفوا الحقيقة في سبيل دينه تجاوز عن أكبر شهرة وسمعة له. الله من في خباله جعل له أكبر شهرة في بعده، أكبر شهرة. إلى الآن بهلول كل ما ضرب المثل في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية حتى، لأنه تجاوز عن ذاك الشيء، فلهذا الله أعطاه. فهذه مرة شافوا هذا البهلول في المقبرة، هذه المقبرة من الكويت والبحار وغيرها، ويخاطب هؤلاء: أيها الكذابون أيها الكذابون أيها الكذابون، مخاطب المقابر أمور. قال له: يا بهلول أتجدد جنونك؟ إنسان يخاطب الأموات كان يواقع، هو كان يخاطب الأحياء ويخاطب العلم ويخاطب الأموات. قال: حقيقة هذا الكذابين. قالوا يقولون: أنا أملك سيارة، أنا أملك دار، أنا أملك زوجة، أنا أملك مزرعة، أنا أملك خرفان، أنا أملك بستان، ما أملككم. كيف كانوا وغير كذابين كانوا؟ هذا هو. وقال أبو بهلول من الأموات، قال أهل الأحياء: كل شيء صنعه الإنسان بآخرته هذا شيء يبقى له. وإلا بعد 4 أيام حتى ابنك لا يذكرك أبدا، حتى ابنك. كده تنتهي الآن شباب، وبعد أيام تصبحون شيوخا وشيابا. من الآن لازم الإنسان يفكر في هذا الشيء. أكبر قدر من خدمة الناس يخدم، أكبر قدر، أكبر قدر من قضاء حوائج الناس يقضوا، أكبر قدر من الإيمان بالله. إنسان لازم يستوعب الإيمان بالله، أكبر قدر. حتى لسانك يدخل الفارغ على طول الخط، أذكر الله تعالى: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حتى أشوف الآية الكريمة بس الجمعة، الله تعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تعني شنو؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انت قاعد في السيارة، قاعد في السوق، قاعد في الكشتة، قاعد في القعدة، قاعد في المسجد، قاعد في البيت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شكرا لله شكرا لله شكرا لله. فاذكروني أذكركم، اذكر الله الله يذكرك. لكن فرق بين ذكرك وبين ذكر الله، حتى رجل ضعيف عاجز تذكر الله والله يذكرك، وهو القوي الغني المعطي وكل شيء. حتى لسانك إن شاء الله لم يرك فاعل، لسانك شكله، مالك شغله، صار عندك دينار كل أبنالك في سبيل الله، هذا اللي يبقى لك. قصة عائشة مشهورة مع رسول الله
ذات مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح خروفا يده لشيخ عبد الرزاق، رجله لشيخ فوزي، يده الثانية لشيخ حاج محمود، رجله الثانية للسيد، ومكانه كذا لكذا، ومكانه كذا لكذا. هذول ما أكل شيء في البيان. هاشق قالت يا رسول الله لم يعطل منها شيء. الرقبة يعني خابت الرقبة من الرسول يطير. بس الرقبة. الرسول قال لم ينهب منها شيء إلا الرقبة. الرقبة اللي نبقيها ناكلها هاي اللي ينهب. أما اليد والرجل والجسم وكذا كله يبقى كله يبقى. وكله يبقى. الشيء اللي ما سويته هو الذي يفنى. عمرك الذي ما قلت فيه لا اله الا الله، ما صليت فيه، ما قمت فيه، هذا الذي ذهب. اما الشيء الذي صنعته لله سبحانه وتعالى هذا الشيء يبقى، هذا لا شك فيه. لان الله سبحانه وتعالى اذا وضع يده على شيء هذا الشيء الله يبقيه. الله هو باقٍ وكل شيء مربوط بالله سبحانه وتعالى هذا الشيء باقي. أقول لكم قصة ونختم الموضوع. كان عندي في كربلاء فرد مكان شهادة الكويتين جايين إلى هنا. أتو دعوت شباب جايين. كان عدوه كان مطالب جاي. ابن فهد الحلي. ابن فهد في كلمة أنا أصلي فيه. المكان كان خريبة وبعدين جماعة من أهل الخير صنعوها مدرسة. جوا صلاة جماعة. فوق غرف 60 غرفة كانت فيها تقريبا 200 طالب 120 طالب فيها. ورابطة مع سكاغن أيضا هناك في قزوين أيضا هناك كانت وقبر مع الإلم فهد أيضا في وسطه مكان ابن فهد كان وحن كنا نصلي فيه جماعة هناك. هذا ابن فهد الحلي جماعة من أصدقائنا بنوها في أيامي بعد الحسين بهدران كان عندنا ساجر لست الجار بنوها كلها وحاج كريمة بالعشاء وحاج علي الكهرباء والله يرحمهم جميعا وأعطي الله مشاهدينا العمارة اللي قبلها قبل 50 سنة أيضا عمرت، أما في زمان كان فراغ حرمنا هؤلاء الأصدقاء الثلاثة فهم قاموا ببنائها كاملة، هم الثلاثة بنوها. قالوا ذلك جماعة شايفين، أما الكبار كلهم شافوها، لأن أجوا هنا. قالوا لي على قصة مش في الشارع، ونصفها الثاني باقية. شاهدوا في كلمة من القصة، اسمعوا. كان عندنا فرد رجل يصبح حجي مجيد الخباز. الإخوان يعرفوه. أما السيدة عائشة هم الحجي يعرفه. حجي مجيد الخباز هذا كان مشرف على كل خبازين كربلاء، هو المشرف العام عليهم جميعا. شو خباز اكو في كربلاء 200 300، هو المشرف العام عليهم. هذا الرجل حجي مجيد الخباز الله يرحمه هو كان صانع الى حجي ملا حسين قلي. ملا حسين قلي في زمانه قبل 50 سنة هذا كان مشرف عام على الخبازين في كربلاء وكان صانعه. ولما توفي ملا حسين قلي صار شنو؟ صار حجي مجيد هو المشرف العام. حجي مجيد يقلني قال هذا ملا حسين قلي هو بنى ابن فهد في قبل 50 سنة. هذا مو مهم. يقول انه هذا الرجل تمرد ملا حسين قلي كربلاء و200 خباز. والزمان القديم مو مثل هسه، هسه انتم شباب ما شاء الله والله يبقي النعم عليكم، ما شايفين هذا الشيء، صادق بالمية 90 من الناس كانوا يشترون بالقربة. حتى انا من جملة. نروح من الخباز بالاقتراب نشتري منه. يم البقال بالاقتراب نشتري منه. بعد 6 شهور، 7 شهور، 5 شهور، 3 شهور، يصير عندك كمية فلوس، دينار دينارين اكثر، اقل من الخباز البقال. على كل الأمور كانت تمشي بالقرب بالمية 90. ما شاء الله لسه أكو كمية فلوس وكذا. أنا أذكر في العراق قبل 40 سنة فلوس النفط 1.5 مليون فقط دينار. حتى عن واحد عالم كان عندنا في النجف اسمه شمعة حسين كالفر وطاء، هذا الملك فيصل زاره في النجف، شيخ معه حسين كالفر وطاء قال له بلغ شوارع النجف تبليغ هذا التبليغ. فيصل قال له الفيصل الملك، فيصل الاول مو الثاني اللي قتلوه، فيصل الاول قال له وش وقت ما صار وارد العراق 3 ملايين انا ابلغ لكم كل شوارع النجف. فمليون وقت بفلوس العراق، هذا في عمرنا قبل 40 سنة.
الآن السنة الماضية سمعت 6,000 مليون 6 مليارات. يعني هالأيام اللي احنا نشوف رخص وكذا وأطعمة وما عشبة، هذا الحمد لله الله متفضل بهذا الرخص. ولا سبق الله كان هالشكل، وإنما كل الناس في القرية، يعني كم تاجر كانوا في البلد، أخذ في كربلاء ونفوسه فرغا 50,000 ذاك اليوم، لعل فيها 20-30 تاجر، هذا هو. ولعل فيها أشخاص اللي ما يستقرضون، كل 3,000 منهم ما يستقرضون، أما 49,000 يستقرضون، ولذا البقال والخبار والعطار والبناء، كل بالقرية، 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 وبالثقة. أحسنت. الآن في الحقيقة من المشاكل الثقة رايحة من الناس، يحترم منك فلوس ويطلبهم خيانة ويضرب على الدب، هذا هو. إلا بالقوة وبالحكومة. ذات اليوم البيع بالثقة والشراء بالثقة والرهن بالثقة والإجارة بالثقة والنكاح بالثقة والطلاق بالثقة، كل ثقة ثقة ثقة. لا ثقة من ميزات الإيمان. فهذا أنا أقول لكم هالجو حتى تعرفوا أي آر أنا له هذا الرجل. ولا حسين قلبي. هو تركي، رجل تركي له، واسمه متبين منه. فهو المشرف العام على الخبازين. إذا الناس يشترون من الخباز بالقرب، الخباز عم يشتري من ملعب القليل، هذا شو اسمه فحيل القرب أيضا. ولذا هذا كان على طول الخط يطلب من الناس طلبات ضخمة، هذا هو. حجي رجل محلي هو بالباب القصر يقول صار مريض، هذا من الحسن قال بعد عمر طويل صار مريض واشتد مرضه. فالجل صاحني قال لي تعال نجي، رحت تروح دفتر طلباتي من الناس لأقربهم جيب من محلي ندخل لأحدها ندخل لأحدها في رباعي في يقول رح جبت الدفتر، رح جبت الدفتر. هو كان ذاك اليوم لمته الأغوية النفطية، يقول شلع كم ورقة من هذا الدفتر وأحرقهم على اللمبة، يطلب من الناس ها، اللي يطلب من الناس شلعهم وأحرقهم على اللمبة. الثاني قال صبح من وقت رد الدفتر في محله. سبق أن الدفاتر ما كانت مرقمة وكان احتفاتر العادية. يقول إلى الثاني قال جيب الدفتر، جبت الدفتر، هم شلع كم ورقة وأحرقهم على نار لمبة، لا بأس. الليلة الثالث والرابع والخامس والسادس حتى كل طلبات من الناس أحرقها، بس الباقي شنو مو مطلوب غير الناس، باقي المحاسبة أحلى. أما طلباته من الناس كلها أحرقها، من هذا الخباز من هذا الخباز من هذا الخباز من هذا الخباز كلها أحرقها. يقول فالليلة قلت له حد شو سويت؟ قال الحقيقة الله تفضل علي في حياتي بنعمة ورفاه وكل خير، والآن أنا خلفت لورثتي بيت وبستان وسمعة طيبة ودكان، وأبي كم من فلوس عند البيت، لماذا أنا أموت وما أكون محسنا إلى عباد الله؟ إن الأعلى هم فقراء، فأنا الله لا أبطل من هذه الناحية وأبطل من هذه الناحية، والله يبدلني. أما وراثتي ما أحرمهم لأنهم مخلف لهم بستان ودار ودكان وفلوس وكذا، وفي حياتي قرآن وعشت عيشة سعيدة هانئة، الآن أنا أموت وراثتي يروحون على هذا يطالبون منه وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، وفي القبر هذا يقول له 5 دنانير هذا يقول 10 دنانير، ما أشكله ما أريد هذا. الله تفضل علي والآن يأخذ عمري والأرعام كما أحسن الله إلي أحسن إليهم، كما قال لقارون وأحسن كما أحسن الله إلي. أنا سبب أن أتوقف لمن يحبه يا رب.